The program that we are implementing at the moment is called Hiksiga Nolasha, which has a segment of drama called Maalmo Dhaama Manta. This program is mainly aimed for youth, where they can get information from and have platforms to talk about issues. This drama is set in a mini market where we get to follow for youth in their everyday life. This was supposed to reflect the issues that youth are facing today in Somalia. We saw the most talked about issue is the issue of marriage outside of your clan or region. برنامج كان مال مرة ما مانتا وح أنكم تلي أويس أويس وح أوكي من إنجليزا وح من مجال الهرجيسة وح أقول لكم مي إن الله يراها أوغاسو أوغاسو وح هي استعمال بي بتاع أويس وح أقرش استي إن أو كاركتو أريد سلبتها إب بدن أيو كل لكم مي حق والدك حق ذي نقول هيد حق والدك دي حد وين نقول هيد حق والدك يبقى على لي وبدن عاشقني هري إلى حيوان عابي بدن يا عاب قام باي رجع يسكوها لين تودو وحبا كمشرال ويا هنا الرجع وركيسة وحبا كجرن مايا نصنع كمان كل دواتي بدن بكاي ما كرتا مد فاملي أنا قطع مد ديجان ها نقطع ده مد فاملي كل لقيا بيني فاملي جينا تكسر شيء استا ودن رقم بينو لنا وارون نين دي كفر كيم يوكل عن ده ضد كيسة يفنسي في عن الله كرنا يهتدي تنتشر نقطع كل دواتها ما كسي إيمانه غاسو أبهد مركي أحرين تا إيادا أو بندكتي أبهد وحاو شيغي إن لبدا قوم يدود أي لبا قبل أو كلفوك يهين مركا ما داما قبل أي آد إما وقفك ويهي إنكو قبل دو كسو جيدو أبا وحا كور داما أيو يري إنما إنان كالي أو قبل دان دو دو أما قبل كاني ندكين هاي بقى intaan ku kula haa ninkaas koobsan intaan ku kula haa wax isku laxan ugu gaaso digi maqlu way imi kana walaal shay taa kaskan naar walaalo alla saaxib waxaan maqlaa soo jacayl ku imu wayno marka sidii sabab soomaalidu sidii ugu yihiin guurwa gobolka kaafuk marka sheekada kaliya laga bixi kara بل وداديغو هيس تيباريغي